فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. هو المفصل القرآن أحزاب، حزبه الصحابة أحزابا في صلاتهم بالليل وقراءتهم اليومية، حزبوه إلى أحزاب، ومنها حزب المفصل وهو حزب واحد، وهو آخر القرآن ابتداء من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا حزب واحد سمي بالمفصل لكثرة الفواصل بين آياته، وقيل المفصل أي أنه لم ينسخ شيء منه، من لم يدخله النسخ كما في بقية القرآن. والمفصل يبدأ من سورة قاف، وله أطول وله متوسط وله قصير، فأطول سور المفصل من قاف إلى سورة عمة، والأوسط من عمة إلى الضحى، والأقصر من الضحى إلى آخر السور إلى الناس، هذا هو المفصل.